شمس الدين الذهبي وغيره من الذين احتجوا بهذه القضية لم يأتي واحد منهم بدليل، بنص، برواية، بجزء من رواية فيها هذا السب الصراح. هو يقول سب صريح، يعني الكتاب فيه سب مباشر غير قابل للتأويل. زين، أين هذا السب؟ لماذا لم تنقل أيها الذهبي السب الصريح الذي رأيته في كتاب نهج البلاغة؟ لماذا؟ لأننا نحن قرأنا هذا الكتاب ولم نجد فيه سبا صريحا، بل حتى سبا غير صريح مو موجود. ابن حجر العسقلاني ينقل أن بعض الرواة هم الذين حذفوا هذه العبارة، وفيها يقول: وقد استصوب المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ. المازري هذا من كبار رواة الحديث، استصوب أي قال إنه هذا أمر صواب أن تحذف هذه الألفاظ. فإن كانت القضية مجرد مداعبة، مجرد كلام، لماذا البخاري حذف هذا الأمر؟ حذف البخاري يدل على استشناع لمثل هذه الألفاظ. فمن هنا نقول هذا الكتاب فيه سب صريح. فالذهبي الذي هو ليس بعربي وليس من المتخصصين في علوم اللغة قال الكتاب عباراته ركيكة، ولم يأتي بدليل طبعا. ومؤلف الكتاب العربي القرشي الهاشمي الذي شهد له الخاص والعام بأنه أشعر القرشيين وبأنه متضلع في الأدب، في البلاغة، في علوم اللغة ككل، يقول بأن هذا الكلام كلام أمير المؤمنين، من نصدق؟ في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.